مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في برنامج ما وراء الحدث، حلقة هذا المساء التي نخصصها لمناقشة أهمية تكريس العدالة المجالية على ضوء المذكرة التوجيهية التي أصدرها رئيس الحكومة للقطاعات الوزارية بخصوص مشروع ميزانية العام المقبل. للمزيد عن هذا الموضوع تنضم إلينا الدكتورة خديجة والغازي، أستاذة القانون العام وعلم السياسة بكلية الحقوق بفاس، والدكتور رضوان أعميمي، أستاذ القانون الإداري بكلية الحقوق أجدال من الرباط، ومن مراكش ينضم إلينا الدكتور محمد الغالي، عميد بالنيابة لكلية الحقوق بقلعة أسراغنا. أهلا بكم ضيوفنا الكرام، شكرا للانضمام إلينا. أبدأ بكم دكتور محمد الغالي، كان هناك حديث في المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة بخصوص مشروع قانون المالية المقبل نحو تكريس مزيد من العدالة المجالية. ما الذي يفرز اليوم فوارق شاسعة فيما يتعلق بالمجالات في المغرب؟ وأكيد بأن السياسة العمومية كانت تركز على ما هو وطني شمولي، وبالتالي مسألة الاهتمام بكل مجال على حدة لم تكن مسألة متاحة، وبالتالي فالتطورات المعاصرة فرضت بأن يكون هناك اعتماد مقاربات جديدة في السياسات العمومية، من بين هذه المقاربات المقاربة المجالية، وهي كطريقة في التفكير وفي التنظيم تعتمد على تثمين المكونات المجالية من خلال المعطيات الجغرافية للمجال، وكذلك من خلال المجموعة البشرية والاستشارة معها إلى غير ذلك. وبالتالي فأعتقد بأن الهواجس في البداية، حتى أن هاجس بناء الدولة الوطنية فهو كذلك ألقى بظلاله في هذا الباب، حيث كان الكل مركز ومنشغل بأولا بناء الدولة، أكيد على أي منذ سنة 1956 الحصول على الاستقلال ووضع أول دستور سنة 1962. هذا لا يعني بأن مسألة اللامركزية الترابية لم تكن مطروحة، بل إن أول انتخابات جماعية كانت سنة 1960، مما يؤكد بأن خيار اللامركزية كان من الأمور المفكر فيها. ولكن بطبيعة الحال نعلم جيدا بأن المسألة دائما تتوقف على تضافر جهود الجميع وتعاون الجميع في هذا الباب. وأعتقد بأن المحلل للنسق السياسي المغربي سيفهم جيدا بأن نقط انعطاف مهمة وأساسية كانت في البداية لم تساعد على إعطاء وتكريس الجهوية بالشكل المطلوب، ولكن على أي بالنظر إلى الرهانات المعاصرة التي فرضت تقسيم العمل وتوزيع الاختصاصات، وكذلك لا بد من تحقيق النجاعة والفعالية في الأداء، كلها عناصر دفعت إلى إعادة التفكير في طريقة التدبير والتسيير، وكذلك حتى أن المقاربة الحقوقية فرضت نفسها من خلال مفهوم ومصطلح الإنصاف، الذي يعني بأننا لابد وأن نأخذ المواطنين والمواطنات في الحسبان عند صناعة أي سياسة. شكرا لك أستاذ محمد الغالي. أستاذة خديجة والغازي، ما الذي يفسر أن تجعل الحكومة من تكريس العدالة المجالية محور أساسي ضمن أربع محاور فقط لرسم مرتكزات مشروع ميزانية سنة مالية برمتها؟ نعم، إذا مساء الخير أستاذ محمد. مرحبا. مساء الخير الأساتذة الكرام. إذن كما تفضلتم، المذكرة التأطيرية التي تقدمت بها الحكومة المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2023 يرتكز على أربعة نقط أساسية، من بينها تقليص الفوارق المجالية. بداية خصنا نأكد المشاهدين الكرام أن المذكرة التأطيرية ديك الأربعة ديال النقط الأساسية هي مرتبطة بمجموعة من الأوراش ابتدأ فعليا فيها المغرب على رأسها تقليص الفوارق المجالية، والتي هي مرتبطة أساسا بورش
مهم اللي هو ورش الجهويه المتقدمه. تنعرفوا بان المغرب عنده 12 جهه استاذ، وبالتالي هناك مع الاسف هذه الجهات تتباين من حيث الموارد الطبيعيه، المؤهلات البشريه الى غير ذلك. قلنا لماذا اهتمت الحكومه بتقليص الفوارق المجاليه؟ لان هناك برنامج هو حيز التنفيذ اللي هو برنامج تقليص الفوارق المجاليه والاجتماعيه اللي بدا سنه 2017 وغينتهي في 2023 استجابه لخطاب ملكي مهم اللي كان في 2015، وبالتالي تنتملوا على تتمه مجموعه من الاوراش الفعليه التي ابتدات فعليا. يعني يمكن هذا البرنامج هذا هو مهم جدا، لان كانت هناك حصيله مبدئيه او مرحله اوليه لهذا البرنامج هذا، الحصيله ديال 2017-2021 تقول بان في نهايه الامر يمكن نقولوا بان تقريبا يعني 83% من مجموع الجماعات الترابيه المملكه استفادت من هذا البرنامج تقليص الفوارق المجاليه. وهنا فاش نتكلموا على ان 83% من الجماعات الترابيه استفادت من هذا البرنامج، بمعنى انها استفادت من ديك الخدمات الدنيا الاساسيه، بمعنى كهرباء العالم القروي، تزويده بالماء الصالح للشرب، الى جانب كذلك فك العزله عن مجموعه من المناطق. ولكن كما تعلمون سيدي الفاضل، الفوارق المجاليه بين 12 جهه كبيره جدا متسعه جدا الى بغينا، وهذا تاثر اكيد على حتى مسلسل التنميه في ابعادها الثلاثه التي يتبناها المغرب، سواء اقتصاديه واجتماعيه وحتى تنميه مستدامه او بيئيه. يمكن نعطيك على سبيل المثال الحصر علاش الحكومه اهتمت بتقليص الفوارق المجاليه. كما قلت لكم عندنا 12 جهه، ولكن الى جينا نشوفوا مثلا غير نسبه مشاركه الجهه، هل تهتم بها، عذرا على المقاطعة، هل تهتم بها من منطلق مركزي أم أنها تشرك فيها الجهات؟ شوف استاذ، هي هنا المسؤوليه مشتركه بين المجالس الجهويه اللي تنعرفوها هي مجالس منتخبه، واكيد بين السلطه المركزيه والوزارات المختصه، فبالتالي هناك تعاون وتكامل بين الطرفين معا من اجل انجاح هذا الورش هذا كما تفضلنا. قلنا لماذا هذا الاهتمام هذا؟ لان قلنا بانه تتم لمجموعه من الاوراش هي اصلا حيز التنفيذ. وقلنا لماذا؟ لان مع الاسف 12 جهه اللي هو التقسيم اللي تبناه المغرب، ولكن عدد المساهمة ديال الجهات يتباين من منطقة إلى أخرى. تكلمنا مثلا على الناتج الإجمالي المحلي للمغرب تتأثر به جهتين فقط وتتجاوز 48%، معدل الإنفاق ديال الأسر تتأثر به 5 جهات فقط، وكذلك حتى فاش تكلمنا على اختلاف وتباين الموارد الطبيعية والمؤهلات البشرية هو يؤثر سلبا على كما قلنا على مسلسل التنمية، على وجود أو استغلال فرص وتكافؤ فرص الحصول على الخدمات الاساسيه. طيب، كالتعليم كالصحه. وغير النقطه المهمه اللي بغيت ناكد عليها، لان هذا من الالتزامات الحكوميه استاذ محمد، تنعرفوا بان المغرب حاليا الحدوث احنا تنتكلموا عليها يعاني مما يسمى بالتوزيع اللامتكافئ للاطر التعليميه التربويه الطبيه. اذا هذا كله يعني تيدخل في اطار الاهتمامات التي تتبناها الحكومه. فاش تكلمت على التعليم مثلا، البنك الدولي اعطى تقرير خطير جدا، قال بان 6 ديال الجهات في المغرب تتاثر ب 74% من الاطر التربويه. اذا هذا تاثر سلبا على جوده التعليم، هو اللي خلى البنك الدولي يقول بان المغرب في افق 2040 سوف يحتاج الى معجزه تربويه من اجل تسهيل المخزون البشري في مستوى التعليم. اذا كلها كما قلنا هنا تنفهموا لماذا الحكومه تهتم. دعينا نفصل في هذه النقاط كلها وهي في الواقع مهمه، لا سيما ما يتعلق بالقطاعات الاجتماعيه الاساسيه، التعليم والصحه، سنفصل فيها. نشرك معنا ايضا ضيفنا الدكتور رضوان أعميمي بالحديث عن هذا المنظور الحكومي وهذا التوجه نحو تكريس العدالة الاجتماعية انطلاقا من ميزانية السنة المقبلة. هل يتعلق الأمر بمنظور أفقي لربما لتقريب المجالات على المستوى التنموي؟ هل الأمر يشمل بعد إداري أم أبعاد سياسية، أم أنه سيكون تنمويا صرفا ومركزيا أيضا؟ أولا شكرا سيدي على الاستضافة، وأحب بضيفيك الكريمين. أعتقد أنه اليوم مسألة العدالة الاجتماعية التي طرحت من بين الأسس التي اعتمدها أو اعتمدتها رسالة السيد رئيس الحكومة المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية المقبل، أعتقد بأنها فيها العناصر المختلفة، لأن لا يمكن أن نتحدث اليوم على توزيع الموارد المالية التي يترقبها مشروع قانون المالية بدون الحديث على مجموعة من المستويات، ومن أهم هذه المستويات بطبيعة الحال
التي لا يمكن تجاوزها هو المستوى الترابي، المستوى الجهوي، على اعتبار أنه اليوم موضوع العدالة الاجتماعية أخذ منا واحد الحيز كبير جدا، سواء في النقاش أو في التنزيل، على اعتبار أنه إشكال متعلق باختلال ديال التوازن خاصة بين جهات المملكة، هو إشكال استمر لمدة أكثر من 60 سنة، وجاء مشروع الجهوية المتقدمة لتفادي هذا المشكل. وبالتالي أعتقد بأنه اليوم المدخل المالي انطلاقا من قانون المالية هو مدخل مهم ومدخل أساسي لمحاولة تقليص الفوارق الاجتماعية والفوارق المجالية. ثم بطبيعة الحال العامل السياسي، هناك نتكلم اليوم على أنه هناك إرادة سياسية تظهر على الأقل على مستوى مضامين هذه الرسالة، بأن الفاعل السياسي اليوم أصبح واعي بأنه لا يمكن تجاوز مختلف الاختلالات، مختلف الأعطاب، خاصة الأعطاب الاجتماعية اليوم، ونحن في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة لا يمكن تجاوزها انطلاقا من تدخلات المركز، بمعنى تدخلات السياسات العمومية التي تعتمدها فقط الحكومة بدون إشراك خاصة الجهات والعمالات والأقاليم ومختلف المستويات الترابية. وبالتالي أعتقد أنه اليوم هذه الإرادة السياسية يجب أن تتجسد عمليا على مستوى توزيع الاختصاصات، على مستوى نقل صلاحيات من المركز إلى الجهات ومختلف العمالات والأقاليم، لإعطاء المفهوم الجهوية المتقدمة، وإعطاء هذا التدخل المالي للدولة إعطاء الزخم الذي يستحقه. وبالتالي اليوم لما كنتكلموا على إعطاء أولوية من أولويات قانون المالية سنة 2023 هي العدالة المجرية، فنحن بصدد رسم واحد الطريق اللي بدينا فيه منذ مدة، واللي للأسف مازال متعثر خاصة على مستوى المجالات الترابية. وبالتالي أعتقد أنه اليوم خصنا نكون واعيين، سواء من حيث المدبر العمومي على مستوى المركزي، وأيضا ما ننسوش مسؤولية الفاعل الترابي، لأنه اليوم الحكومة لما تعبئ مختلف الموارد المالية لفائدة الجماعات الترابية ولفائدة الجهات، فخص هذه الموارد المالية تكون بين أيدي، بمعنى بين أيدي نخبة محلية، نخبة ترابية قادرة عند الفعالية على مستوى التدبير، وثم تحميل هم النهوض بالقطاعات، خاصة اليوم القطاعات الاجتماعية اللي أعتقد أنها اليوم لازالت تعاني من مجموعة من الخصائص. وما ننسوش بأنه اليوم المغرب استمر بشكل كبير في البنيات التحتية، والبنيات التحتية لم تعد فقط بنيات متمركزة فقط في العاصمة وما حولها، أصبحت بنيات عندها طابع جهوي، أصبحت ممتدة على طول أقاليم المملكة، وبالتالي أصبحت هناك فرص أكبر بالنسبة للفاعل المحلي والفاعل الجهوي لاستثمار هذه البنيات التحتية، ولإعطاء الجهوية واحد نفس جديد خاصة من الناحية المالية. نقطة طيب. أخرى أيضا التي تشكل ربما عائق على مستوى تدخل الفاعل سواء الوطني أو الجهوي هي مسألة مركزة الاستثمارات العمومية. اليوم الحكومة لابد أن تبذل مجهودا إضافيا خاصة على مستوى لا مركزة الاستثمارات. اليوم هناك أكثر من ثلثي الاستثمارات العمومية تقوم بها السلطات المركزية، خاصة الدولة في المركز والمؤسسات العمومية، في حين أقل من ثلث هي الذي تتولى الجهات. هنا يجب أن تكون معادلة معكوسة، بمعنى أن من يجب أن يقود اليوم التنمية، أن يقود الاستثمار، والجهات ولكن يجب أن تقودها وفقا لآليات الحكامة الجيدة. طيب. وأن تكون لها مختلف الإمكانيات. شكرا. وهنا خاصة أتحدث عن الإمكانيات المالية. شكرا لك أستاذ رضوان أعميمي. دكتور محمد الغالي، حينما نتحدث عن تكريس العدالة المجالية، هل نحن نتحدث داخل أو من داخل ورشة الجهوية المتقدمة، أم نحن نتحدث من داخل السياسات العمومية الحكومية؟ هل المدخل المالي يقدم إجابات لربما على العثرات التي لربما يقول البعض أنها تواجه الجهوية المتقدمة، أم أن الحكومة هي تواكب هذه الجهوية المتقدمة بهذا الجهد المالي؟
لا بد من الإشارة إلى مسألة بيداغوجية مهمة، أن دستور 2011 لأول مرة يتحدث عن ثلاثة أصناف من السياسات العمومية. هناك السياسات العمومية الشمولية، السياسات العمومية القطاعية، وهناك السياسات العمومية الترابية. وأكيد بأن الفصل 31 من الدستور في فقرته الأولى يشير إلى مختلف هؤلاء المتدخلين، لكن بطبيعة الحال لابد من الإشارة إلى أن قانون المالية هو يلزم الجميع ويساهم فيه الجميع. لا يجب أن ننسى بأن أعضاء مجالس الجماعات الترابية ينتخبون ثلاثة أخماس الغرفة الثانية مجلس المستشارين، وبالتالي فهذه الجماعات الترابية هي ممثلة بشكل قوي داخل الغرفة الثانية، وكذلك حتى داخل مجلس النواب نجد بأن أغلب الأعضاء هم رؤساء جماعات أو أعضاء في مجالس جماعات ترابية، جماعات محلية إقليمية أو جهوية، مما يعني بأن الربط هو موجود. فهؤلاء الأعضاء هم الذين يصوتون على قانون المالية، وبالتالي فهم يطلعون على كل تفاصيله ودقائقه، وهنا يجب أن يكمن دورهم أثناء المناقشة، أثناء مناقشة قانون المالية لابد وأن يستحضروا هذا البعد الجهوي فيما يتعلق بتحقيق إنصاف على مستوى السياسات العمومية. وبالتالي لابد وأن نعي جيدا بأن المسألة فيها اتساق وفيها التقائية، لكن التساؤل الذي يطرح إلى أي حد النخب السياسية المنتخبة سواء على مستوى البرلمان أو على مستوى مجالس الجماعات الترابية هي واعية كل الوعي بهذه المحددات، وإلى أي حد هي تنسق جهودها. كما أن الأحزاب السياسية التي تقود الحكومة أو الأحزاب سواء في الأغلبية أو في المعارضة هي بدورها ممثلة داخل مجالس الجماعات الترابية، يبقى هنا دور الأحزاب السياسية في تحقيق هذا النوع من الوعي العضوي، لأن هذا الوعي العضوي هو الذي سييسر ويسهل عملية التنسيق. أنا أطرح هنا سؤالا، إلى أي حد النخب الترابية سواء على مستوى مجالس الجهات أو في مجالس العملات والأقاليم أو في مجالس الجماعات تنسق جهودها وتحقق التقائية أنت تحيلنا أستاذ الغالي، تحيلنا على لربما نقطتين وهما بالغتا الأهمية في الواقع، مستوى النخب الجهوية وأيضا حجم الاختصاصات الموكلة إليها قياسا إلى اختصاصات سلطات الوصاية مثلا إلى وزارة الداخلية إلى الشركاء الآخرين. أنا أقول بأن اليوم مع دستور 2011 ومع القوانين التنظيمية الثلاث فالاختصاصات هي واضحة، يبقى إلى أي حد هذا الفاعل الترابي يمتلك الجرأة ويمتلك القوة ويمتلك حتى الرغبة في أن يمارس صلاحياته واختصاصاته. أكيد بأن هناك صعوبات على مستوى الإمكانيات والمقدرات، ولكن أنا أقول كذلك بأن هناك مشاكل كبيرة على مستوى التكوين وعلى مستوى استيعاب صلاحيات والاختصاصات، لأننا عندما نكون أمام أعضاء ربما لا يتملكون صلاحياتهم واختصاصاتهم فأكيد قد يدخلون في صدام مع السلطات الأخرى وقد نسقط في تنازع الاختصاص. ولكن عندما يكون أعضاء مجالس الجماعات الترابية يتملكون بشكل جيد صلاحياتهم واختصاصاتهم، أقول بأن الأطراف ستعمل على تنسيق جهودها وعلى تحقيق التقائياتها بدلا التنازع. ومهما كان يجب لابد أن أشير إلى أن مقتضيات الفصل 145 من الدستور تؤكد على أن الولاة والعمال هم يمثلون الحكومة في هذه المجالس ويسهرون ويؤمنون تطبيق القانون وكذلك تطبيق السياسات وكذلك حتى
تقديم المساعدات إلى رؤساء مجالس الجامعات الترابية فيما يتعلق بتطبيق المخططات. إذن هناك تعاون وهناك تنسيق بين مختلف السلطات، لأن المسألة في نهاية المطاف تتعلق بتقديم أداء في المستوى يعطي للدولة المغربية هيبتها وقوتها. شكرا لك أستاذ محمد الغالي. أستاذة خديجة والغازي، لا أدري إذا كان لديك تعقيب في هذه النقطة تحديدا، ونحن في سياق الحديث عن هذا التوجه الحكومي الذي يتجاوز لربما المقتضى، حتى المقتضى الدستوري والسياسي فيما يتعلق بالجهوية كمقتضى دستوري، بل يشتغل عليها الآن أو يطمح للاشتغال عليها كبديل تنموي في حد ذاته. نعم، تنعتذر بداية أستاذ محمد ما سمعتش الأستاذ في بداية التعليق ديالو، ولكن سمعت غير النقطة الأخيرة هي بغيت نتوقف عندها فاش تكلم على الفصل 145، وهنا نقطة أنا مهمة أريد أن أتوقف أمامها، لأن فاش نتكلموا على الجهة ودورها في تحقيق التنمية، والمغرب اعتبرها قاطرة أساسية لتحقيق التنمية واعتبرها بأنها ركيزة أساسية لجذب الاستثمار. الأستاذ تكلم على فصل مهم الدستور هو الفصل 145، وتنقل بأن الجهة يجب أن تعمل على جذب الاستثمارات، ولكن في الحقيقة المشكلة اللي تنعاني منها الحدود الساعة أستاذ محمد هو أن الاستثمار بشكل عام هو مسألة تخص الدولة بشكل كثير جدا، تتدخل فيها والي الجهة، تتدخل فيها السلطة المركزية، وبالتالي هنا الجهة باش ما يكونش هناك واحد تصادم بينها وبين المجالس الجهوية المنتخبة لجأت الدولة إلى تقنية التعاقد من أجل تجاوز هذه الإشكالية، وبالتالي بناء تعاون وشراكة بين الدولة وبين الجهة. ولكن في نهاية الأمر فاش تبقى هناك هيمنة السلطة المركزية، مع الأسف الاستثمار بالنسبة للجهة أصبح لم تعد الجهة مكان جذب الاستثمار أكثر منها أنها تقوم بتنفيذ الاستثمار كما قلنا نظرا لهيمنة السلطة المركزية، ولكن تبقى رهان حقيقي، رهان تنموي بغض النظر على البعد الديمقراطي، بغض النظر على أنه كذلك بعد دستوري، ولكن كذلك الجهة أصبحت خيارا تنمويا في شقه أو في أبعاده. هذا ما ورد في الرسالة التأطيرية لرئيس الحكومة. نعم. تقول نعم. العمل على تكريس العدالة المجالية ليس فقط كخيار دستوري وديمقراطي نعم. بل أيضا نعم. باعتمادها كبديل تنموي. كيف يمكن اعتماد هذا نعم. الجانب كبديل تنموي؟ شوف أستاذ محمد، فاش تنتكلموا على الجهة باعتباره بديلا تنمويا، أصلا الجهة في الإطار القانون التنظيمي يعني خولت لها مجموعة كبيرة جدا ومهمة من الاختصاصات. تنتكلموا على أولا الجهة هي أحيطت لها مهمة خلق أنشطة اقتصادية قادرة على توفير مناصب شغل، هذا معطى مهم. الجهة كذلك يجب أن تعمل كما قلنا على جذب الاستثمارات، وبالتالي أن تدير موارد مالية مهمة للجهة عن طريق شركات التنمية الجهوية، وهي كما تعلمون شركات مساهمة بين القطاع الخاص وبين الجهة. كذلك الجهة هي مطالبة في إطار اختصاصاتها بإنعاش ما يسمى باقتصاد الاجتماعي أو اقتصاد المعرفة، بمعنى بناء الجامعات، الكليات، المعاهد، مراكز التكوين، الرقمنة إلى غير ذلك. الجهة كذلك من بين اختصاصاتها المهمة هي معالجة اختلال التوازن من أجل تحقيق ديك العدالة اللي تكلمنا عليها وتخليص المفاوريق المجالية، اللي ما كتعلمون سيدي الفاضل التنمية هي تنبني أو تكون داخل الحدود الترابية للجهة بمختلف جماعتها الترابية. الجهة كذلك هي مطالبة، وهذه النقطة المهمة، بتوفير بما سماه البنك الدولي باقتصاد ما قبل التوزيع، بمعنى الاهتمام بالبنية التحتية، بفك العزلة على العالم القروي، المناطق المعزولة، توفير الخدمات، تجويد الخدمات إلى غير ذلك. إذن هذه كاملة تنتكلموا على مهام أو اختصاصات تدخل في إطار التنموي للجهة. ما نحتاجه حقيقة هو وجود نخب سياسية، وهذه مسؤولية مشتركة بيننا وبين يعني الفاعل السياسي. يجب أن نعمل على اختيار ممثلين يعني أكفاء يتمتعون بالأهلية السياسية من أجل تحقيق هذه الخدمات التي يلجأ إليها المواطن المغربي، وسنتكلم أكيد على خدمات القرب. طيب، شكرا لك أستاذة خديجة والغازي. أستاذ رضوان أعميمي، دائما بالحديث عن اعتماد هذا البعد الجهوي كبديل تنموي، جاء منظور الحكومة لنقل واسعا ويشمل
مصفوفة طويلة جدا من الإجراءات التي يمكن الاشتغال عليها انطلاقا من المدخل المالي الذي أشرت إليه في مداخلتك سابقا، فيما يتصل بالخدمات العمومية والولوج إليها، فيما يتصل أيضا بإصلاح الإدارة، الحكامة الجيدة، تبسيط المساطر، الرقمنة، وأيضا التسريع بتنزيل ورش لا تمركز الإداري. هل تستطيع الحكومة من خلال المدخل المالي لمشروع قانون المالية أن تتقدم في كل هذه الأوراش؟ اسمح لي في البداية سي محمد، هل تعليقا على ما تفضل بشكل موجز تفضل زملاء أفاضل؟ تماما، غير بالنسبة للحديث على النخب السياسية، أعتقد أنه مسألة مهمة جدا يجب أن نقف عليها، لأنه اليوم لما كنتكلموا على النخب الجهوية خاصة، لا غير مطلوب منها أن تكون خبيرة في جميع المجالات، يكفي أن هذه النخب السياسية تكون عندها قدرة على الاستعانة بمختلف الخبرات، مختلف القدرات، وتكون عندها القدرة على الإنصات وعلى إشراك مختلف الفعاليات منهم المواطنين. ما ننسوش اليوم بأنه عندنا آليات اليوم على المستوى الجهوي اللي هي آليات الديمقراطية التشاركية اللي كتخول حتى المواطنين، حتى الجمعيات المجتمع المدني، أنها تساهم وتساعد المدبر الجهوي على اتخاذ القرار الجهوي. بالتالي أعتقد أنه اليوم يجب أن تعي حتى الجهات بأنه مسؤولية التدبير لا ينبغي أن تكون مسؤولية عمودية، ولكن هي مسؤولية أفقية يجب إشراك فيها جميع الفاعلين إلى غاية السكينة. ارتباطا بسؤالكم المرتبط بالبعد المالي خاصة بالنسبة للقانون المالي، هل يمكنه أن يشكل اليوم مدخلا لتجاوز مجموعة من الاختلالات وأيضا مدخلا لمجموعة من الإصلاحات التي تعتزم الحكومة؟ أعتقد بأنه مشروع قانون المالية لسنة 2023 حسب تقديري المتواضع هو أول مشروع قانون مالية يمكن أن ينسب إلى هذه الحكومة بشكل فعلي، على اعتبار أنه اليوم الحكومة بعد مرور على الأقل سنة من بداية الاشتغال ربما وقفت بشكل حقيقي وبشكل دقيق على مختلف الملفات، مختلف الإكراهات، على الظرفية الاقتصادية والاجتماعية اليوم. وبالتالي أعتقد أنه اليوم مشروع قانون المالية ديال سنة 2023 لابد وأن يشكل انطلاقة حقيقية بالنسبة لعمل الحكومة وبالنسبة لمختلف الأوراش، مختلف الإصلاحات التي تعتزم الحكومة إدخالها. وهناك نتكلم على بداية تنزيل حقيقية للبرنامج الحكومي، وشفنا بأنه الرسالة التأطيرية لسيد رئيس الحكومة تضمنت مجموعة من النقاط اللي جات في البرنامج الحكومي. كنتكلموا على إصلاح الإدارة، كنتكلموا على الدولة الاجتماعية، كنتكلموا على كل ما يرتبط بدعم الأسر إلى غير ذلك. وبالتالي أعتقد أنه اليوم مشروع قانون المالية هو وحده غير كافي، بمعنى أنه يجب أن يستمر المجهود المالي للدولة خلال السنوات المقبلة، لأنه اليوم سنة 2023 هناك مجموعة من الأوراش خاصة المتعلقة ب الحماية الاجتماعية التي ستدخل حيز الوجود، ثم هناك أوراش ستستمر الحكومة في تنزيلها. وبالتالي أعتقد أنه اليوم مشروع قانون المالية لسنة 2023 سيشكل مدخلا حقيقيا إذا تم استثماره، خاصة بالنسبة هنا نتكلم على النقاش الذي يمكن أن يفضي إليه نقاش ديال مشروع قانون المالية، لأن الرسالة التأطيرية غير كافية باش توضح لنا الرؤية الكاملة للحكومة، لأنك تعطينا فقط التوجه العام، وبالتالي ننتظروا صياغة مشروع قانون المالية. والأهم من مشروع قانون المالية هو النقاش داخل البرلمان. هنا نبغي نشير بأنه اليوم لما كنتكلموا سواء على مناقشة مشروع قانون المالية بصفة عامة أو ما يرتبط بالتوازن المالي والتوازن الاقتصادي، لم يعد مسؤولية الحكومة لوحدها، هو مسؤولية الحكومة إلى جانب المؤسسة المنتخبة خاصة البرلمان. وبالتالي اليوم يجب أن نعطي للحظة للمناقشة قانون مشروع قانون المالية ما تستحقه، لأنه اليوم داخل مجلس النواب أو داخل مجلس المستشارين أغلبية أو معارضة، يجب أن يلتف الجميع على تقديم البدائل، على تقديم الاقتراحات، لأن جميع السياسات العمومية اليوم تكون مطروحة في النقاش أمام مشروع قانون المالية، فيها مجموعة من السياسات اللي كتكون عندها
مده التفعيل ديالها او التنزيل ديالها على الاقل 3 سنوات ثم يتم فيما بعد تحيينها. وبالتالي اعتقد انه اليوم هذه اللحظه ديال مناقشه مشروع قانون الماليه يجب ان تكون لحظه الدفاع على كل ما يرتبط بالمشروع التنموي الذي يحمله المغرب منذ سنوات وتدافع عليه هذه الحكومه. وبالتالي اعتقد انه اليوم طيب. المسؤولية مشتركة بين الحكومة والبرلمان، أحزاب سياسية سواء أغلبية أو معارضة، شكراً. أنها تعطينا مختلف البدائل ومختلف الاقتراحات التي يمكن أن تجودها السياسة العمومية. شكرا لك أستاذ محمد الغالي. بين البرنامج الحكومي الذي أعلنت فيه الحكومة عند تنصيبها رؤيتها التنموية، رؤيتها لتنفيذ سياسات قطاعية وقراءتها السياسية أيضا للسياسة التنموية الممكنة، مشروع قانون المالية أو رسالة توجيهية لمشروع قانون المالية الذي هو قيد الإعداد في الواقع، يشير إلى مسألة العدالة المجالية ومسألة الجهات ولنقل التقريب بين هذه المجالات. هل هناك اتساق في القراءة السياسية للبرنامج الحكومي مع هذا التوجه الآن؟ ولابد مرة أخرى من الإشارة إلى ملاحظة، السياسات العمومية هي تخضع لإطار مرجعي، هذا الإطار المرجعي يتشكل من الدستور، من مختلف القوانين، من الخطب الملكية التوجيهية، من المخططات إلى غير ذلك. وبالتالي فعندما نقرأ جيدا هذا الإطار المرجعي، فكل فاعل عندما يكون منكبا على إعداد أو صناعة أي سياسة في أي مجال لابد وأن يلتزم بالكلمات المرجعية لهذا الإطار المرجعي. وبالتالي فلن نتفاجأ عندما نقرأ هذه المذكرة التوجيهية، فهي مستلهمة من حصيلة النقاشات والمجهودات الأخيرة التي بذلتها الدولة المغربية، وهي محصلات تفاعل تقريبا جائحة كورونا تداعياتها، وكذلك الجفاف والتغيرات المناخية، وكذلك التأكيد على اللحمة أو الانسجام أو التلاحم الاجتماعي. إذن فعندما نقرأ أي وثيقة كيفما كانت لابد وأن نجد فيها هذه المدخلات الأساسية. وعندما كما قلت نقرأ المذكرة التوجيهية، فهي تؤكد على كل ما شكل اهتماما وقلقا لدى الجميع، آخرها الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى عيد العرش، خطاب 30 يوليوز الذي مرة أخرى يؤكد على الدولة الاجتماعية ويؤكد على النهوض بالأسرة المغربية ويؤكد على ضرورة احترام الحد الأدنى من العيش الكريم للمواطنين والمواطنات، وكذلك إزالة كل العراقيل التي تقف أمام الاستثمار، لأن توجه الدولة هو خلق الثروة، وخلق الثروة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تحرير الطاقات. هذا المفهوم أو هذا المصطلح المتعلق بتحرير الطاقات ورد في التقرير العام للنموذج التنموي الجديد، حيث أكد على مغرب الجهات. وبالتالي نلاحظ بأن كل المفاهيم والمصطلحات التي كان يتم تداولها هي حاضرة وبقوة من خلال هذه المذكرة التوجيهية، يبقى بطبيعة الحال إلى أي حد الفاعل الذي ينهض ويقوم بتنفيذ السياسات العمومية فهو يلتزم بتطبيق وتنفيذ هذه التوجهات العامة التي تبقى أساسية. لا يمكن أن نتصور اليوم أي خطوة إذا لم تكن هذه الخطوة تسير في اتجاه تحقيق الدولة الاجتماعية. ما معنى الدولة الاجتماعية؟ الدولة الاجتماعية هي الإطار أو السلطة القادرة على الوفاء والجواب على الحاجيات وانتظارات المواطنين، أي الدولة القادرة على إخراج مواطنيها من العسر، بمعنى الدولة القادرة على الوفاء بالخدمات في مختلف المجالات، وكذلك الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين والمواطنات. أعتقد بأن كل هذه العناصر هي موجودة، وما دام قانون المالية هو قانون سنوي، أي كل سنة يتم إعداد قانون المالية،
قانون المالية في نهاية المطاف فهو يترجم سياسة الدولة على المدى المتوسط والبعيد، فقط فهو يعمل على توزيع والتكيف مع التحولات والتطورات في إطار مبدأ السنوية. شكرا لك دكتور محمد الغالي. أستاذ خديجة والغازي، يبدو المدخل الاستثماري أو ضمن البعد الاستثماري مهم جدا في هذا التوجه الحكومي فيما يتعلق بمالية العام المقبل. هناك تركيز واضح جدا على مسألة مواصلة التنزيل الفعلي لورش إصلاح مراكز الاستثمار، المراكز الجهوية للاستثمار. هل أخذ ذلك أكثر مما ينبغي من الوقت، الاستمرار في الحديث عن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، أم أن هذه المؤسسات في حد ذاتها على المستوى الجهوي تستحق كل هذا الوقت وكل هذا الاهتمام؟ نعم، يمكن السؤال ديالك مرتبط كذلك بمجموعة من النقاط تمت الإشارة إليها سابقا من قبل الأساتذة الأفاضل فاش نتكلموا عليها. يمكن للحكومة إلى جانب المجالس الجهوية المنتخبة أن تقوم بإنجاح هذه الأوراش هذه الكبرى. سيدي الفاضل، نعم هي تملكها، هناك قوانين حيز التنفيذ. تكلمتوا على مثلا قانون مهم جدا اللي هو قانون تبسيط المساطر الإدارية، وحاليا نحن تنشتغلوا به، ولكن كذلك الحكومة يجب أن تجتهد في استصدار مجموعة من القوانين. جانب أكيد البرلمان، تنتكلم على قانون مهم جدا أشرتم إليه وهو قانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية، القانون 47-18، وهو قانون غاية في الأهمية. لماذا؟ لأن جات مجموعة من التقارير تتأكد على الأهمية ديال هذا إصلاح المراكز الجهوية. سيدي الفاضل، كاين تقرير مهم جدا جا به المجلس على الحسابات، وكاين تقرير تبنته كذلك منظمة أمريكية مهمة اللي هي منظمة ماكنزي، ووضعوا بجوج بهم الخلل على يعني مكامن الخلل على كما تنقولوا طريقه اشتغال هذه المراكز الجهويه للاستثمار. تتكلموا على البوطه، تتكلموا على البيروقراطيه، تتكلموا على البطء في تقديم المساعده للمقاولات المتوسطه والصغرى، ضعف كبير جدا في الموارد البشريه الى غير ذلك. اذا هذا القانون هذا مهم. لماذا؟ لان تيتبنى ثلاثه او سوف يعمل على تبني ثلاثه محاور اساسيه. المحور الاول وهو اعاده هيكله المراكز الجهوية للاستثمار، وبالتالي تبني ما يسمى بسياسة الشباك الوحيد، كذلك إعداد ما يسمى باللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار والتي سوف يترأسها والي الجهة، إلى جانب كذلك إنشاء ما يسمى باللجنة الوزارية للقيادة والتي سوف تكون تحت إشراف رئيس الحكومة. إذن خطوة مهمة، نعم يجب التسريع فيها لأن هناك تحديات كبيرة جدا تنتظر سواء الجهة أو الحكومة. نرجع لنقطة مهمة كذلك يجب أن يجتهد فيها كل من الحكومة والبرلمان. ممكنناش نتكلموا سيدي الفاضل على إنجاح أوراش غاية في الأهمية كورش جهوية المتقدمة، كورش تقليص الفوارق المجالية، إلا ما كانش هناك مدخل أساسي. شنو هو المدخل الأساسي اللي أكدت عليه كل التقارير الدولية واللي أكدت عليه حتى كذلك حتى التقارير الوطنية سيدي الفاضل؟ هو الإصلاح الجبائي. الإصلاح الجبائي أو الإصلاح النظام الجبائي في المغرب هو المدخل الأساسي من أجل إنجاح كل الأوراش التي تبناها المغرب. النظام الجبائي الحالي بمقوماته الحالية استنفذ أسباب وجوده، ولا يمارس وظائفه المالية، ولا يمارس وظائفه الاقتصادية، المساهمة ديالو في الميزانية ضعيفة جدا، وكذلك ولا يمارس وظيفته الاجتماعية اللي هو تحقيق العدالة الاجتماعية. إذا لابد سيدي الفاضل أن يكون كذلك من بين المداخل الأساسية من أجل إنجاح كل هذه الأوراش الإصلاح النظام الجبائي. إذا يجب التسريع كذلك باستخراج أو المصادقة على ما يسمى بالقانون الإطار للإصلاح الجبائي، لأن إلا شفنا الأهداف ديالو هي كلها تتسق الأوراش الكبرى التي تبناها المغرب، الجهوية المتقدمة، الدولة الاجتماعية، تقليص الفوارق المجالية، تعزيز الشفافية، تخليق الحياة العامة إلى غير ذلك. شكرا لك أستاذ والغازي. أستاذ رضوان أعميمي، حينما نتحدث عن هذا البعد المجالي والجهوي يبرز أيضا ما يتصل بالقطاع العام، بتقريب الخدمات العمومية، الولوجية أيضا وغير ذلك. لماذا يستمر حضور هذا التحدي في حد ذاته، إصلاح القطاع العام ورقمنته وعصرنة الخدمات وتقريبها من المواطنين وتبسيط المساطر وغير ذلك، يستمر لحد اليوم بالرغم من أنه رفع لسنوات طويلة سابقا؟ أعتقد أنه مسألة إصلاح القطاع العام هو في الحقيقة هو من الأمراض المزمنة التي يعاني منها المغرب، لأنه
فعلا النقاش حولها استمر تقريبا منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، وحنا نحن نتحدث على إصلاح القطاع العام من زوايا مختلفة، سواء تعلق الأمر بإصلاح الإدارة كلاسيكيا أو ما يتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية. أعتقد أنه اليوم المدخل التشريعي أو المجال المعياري هو اليوم موجود، لأن اليوم المغرب تبنى جيل جديد من الإصلاحات، خاصة على المستوى التشريعي وعلى المستوى التنظيمي. خاصة هنا كنتكلم على قوانين الإطار، ومنها قانون الإطار المتعلق بإصلاح القطاع العام اللي كنتكلموا فيه على إصلاح المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية، على اعتبار أن المؤسسات والمقاولات العمومية تعتبر من المداخل الأساسية للاستثمار العمومي بصفة عامة. كنتكلموا أيضا على مسألة إصلاح الإدارة. اليوم مسألة الرقمنة أصبحت من الأمور التي تؤرق بال سواء المواطن العادي أو المواطن أو المستثمر والمقاولة بصفة عامة. وبالتالي أعتقد بأنه اليوم يجب الحسم مع هذه الإصلاحات وحسم مع هذه الملفات، خاصة وأنه كما قلت في البداية الإطار المعياري اليوم عندنا موجود، القوانين موجودة، قوانين الإطار أيضا تمت المصادقة عليها. وبالتالي اللي بقى عندنا هو مسألة التفعيل ومسألة التنزيل. أكيد أن مسألة التفعيل ومسألة التنزيل فيها شق كبير جدا مرتبط لكن بالعقليات، هذا هو مرتبط الجانب الذي يهم المواطن والذي تماما يريد أن يراه والذي تقاس به أكيد النجاحات أيضا. أكيد لأنه اليوم عندنا مجموعة من الإصلاحات القانونية، ولكن على أرض الواقع تم نجد بأنه فعلا لا زالت هناك مجموعة من الممارسات التي لا علاقة لها بالنفس الإصلاحي اللي اتخذه المغرب. يمكن نتكلموا اليوم على ميثاق مثل الميثاق المتعلق بالمرافق العموميه، نتكلموا على قانون ديال تبسيط المساطر الاداريه، اليوم موجود ولكن على ارض الواقع كنوجدوا بانه ما زالت مجموعه من الادارات العموميه لا زالت تعتمد على طلب مجموعه من الوثائق التي اصبحت متجاوزه، اعتماد نسخ من الوثائق اللي عندها موجوده، عدم التواصل الداخلي بين الادارات فيما بينها، وهذه من الاشكالات الكبيره جدا اللي كيعاني منها المواطن. طيب. فتعاني منها أيضا المقاولة على مستوى الاستثمار. بالتالي أعتقد أنه اليوم يجب الحسم مع هذه الملفات، لأنها هي التي تشكل أرضية لإصلاحات أخرى، أرضية لإصلاحات من جيل جديد. شكرا لك أستاذ عميمي، بقي القليل من الوقت، لربما نطلب إجابات مكثفة. دكتور محمد الغالي، في خضم هذا الحديث عن العدالة المجالية، هناك برنامج مهم جدا ويحظى برعاية ملكية، برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية الذي أشارت إليه أيضا ضيفتنا في مستهل هذه الحلقة، وقد أعطى نتائج في الواقع باهرة فيما يتصل بتمدرس الفتيات، فيما يتعلق بفك العزلة مثلا عن المناطق السياحية، والدفع بالأنشطة غير الفلاحية وغير ذلك. أين يكمن السر في نجاح مثل هذه البرامج؟ هل في حكامتها أم ماذا؟ هو الدولة المغربية اعتمدت نظاما جديد للحكامة فيما يتعلق بإدارة وتدبير المرافق، وكذلك حتى في المقاربات المعتمدة اليوم، محاربة الفوارق الاجتماعية يتأسس يعتمد على إشراك المواطنين والمواطنات في البرامج التي تعنيهم. لاحظنا بأنه من خلال مختلف هذه البرامج فإنه المواطن يشكل هو بؤرة الاستشارة، لا يمكن أن نقوم بتركيب مشاريع دون أن يكون هذا المواطن على اطلاع وعلى بينة. وبالتالي عندما تمكنا في إطار نظام التدبير والتسيير المالي والإداري من جعل المواطن هو جزء لا يتجزأ من التفكير ومن هذه السياسات، أكيد بأن النتائج كانت مهمة. دون أن ننسى كذلك بأن لا خيار اليوم، لأننا مطالبون بتحسين مؤشرات التنمية، على اعتبار أن تحسين مؤشرات التنمية سيساعد المملكة المغربية على تحقيق جاذبية أكبر للاستثمارات، وعندما تتحقق هذه الجاذبية للاستثمارات فهذا يساعد على خلق الثروة، وبالتالي يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. أما إذا لم نستطيع أن نرفع من هذه المؤشرات مؤشرات محاربة
الفوارق. ثم كذلك أضيف ملاحظة أساسية أنه في مجموعة من المجالات التي تمكنت من محاربة هذه الفوارق لاحظنا بأن الناتج الداخلي الخام لهذا المجال جماعة في مستوى إقليم أو جهة أو حتى جامعة محلية، فإن هذا الناتج الخام الداخلي لهذه الجماعة ارتفع بشكل ملحوظ، مما ساعد على تيسير حركة رؤوس الأموال والأشخاص، وبالتالي المساهمة بمؤشرات إيجابية في الاقتصاد الوطني، وهذا هو المطلوب. شكرا لك دكتور محمد الغالي. ختاما أستاذ خديجة والغازي، بروز العدالة المجالية كمحور رئيسي ضمن 4 محاور لمشروع ميزانية العام المقبل، برأيك هل هو مؤشر إيجابي؟ نعم، هو مؤشر إيجابي يؤكد على التوجه الجديد للدولة المغربية، لأن كما قلنا في تدبير الشأن العام تحولنا من تدبير المرتكز على الوسائل لتدبير المرتكز على النتائج، وبالتالي دائما المغرب في إطار المخططات المستقبلية يعطي أهداف ويحدد مدة زمنية من أجل بلوغها. ولكن النقطة اللي بغيت نأكد عليها هي أن الحكومة يجب أن تنتبه إلى حتى الوعود التي تقدمها، لأن المندوبية السامية للتخطيط شنو قالت؟ قالت بأن من أجل أن ننجح بشكل في تقليص الفوارق المجالية بشكل تام نحتاج إلى غلاف زمني يتجاوز 24 سنة، وهو ليس بالمدة الهينة وبسجل تكثيف الجهود. هذا هو المطلوب الأساسي. شكرا جزيلا لك. نأخذ كلمة أخيرة من الأستاذ رضوان أعميمي وباختصار شديد، هل النخب المحلية والجهوية اليوم يمكن أن تمد اليد ومؤهلة لأن تأخذ ورش العدالة المجالية نحو مساحات أرحب؟ أعتقد أنه ليس هناك خيار أمام النخب المحلية اليوم النخب الجهوية إلا أن تذهب باتجاه بذل قصارى جهدها لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية. لماذا؟ لأن العدالة الاجتماعية في النهاية هو إحدى المداخل الأساسية للدولة الاجتماعية بصفة عامة، سواء على المستوى المركزي أو على المستوى الترابي. ثم لا ننسى بأنه اليوم فكرة الدولة الاجتماعية يجب أن تبنى من الجهات، يجب أن تبنى من المجالات الترابية، وبالتالي أعتقد أنه اليوم الدور الأساسي والمحوري هو الدور ديال المنتخبين، دور ديال النخب الجماعية والنخب الجهوية اللي خصها تبدل عندها تمثل ديالها لفكرة الدولة الاجتماعية، على اعتبار أنه الخدمات الاجتماعية ومسألة ديال الضمان الاجتماعي وحزمة الخدمات الاجتماعية يجب أن تنطلق من الجهات وتنطلق من الجماعات الترابية. شكرا لك أستاذ رضوان أعميمي، أستاذ القانون الإداري بكلية الحقوق أجدال بالرباط. نشكر أيضا ضيفتنا الأستاذة خديجة والغازي، أستاذة القانون العام وعلم السياسة بكلية الحقوق بفاس. ونشكر من مراكش الدكتور محمد الغالي العميد بالنيابة لكلية الحقوق بقلعة السراغنة. شكرا لضيوفنا الكرام، وشكرا لمشاهدينا الأكارم الذين تفضلوا بمتابعة هذه الحلقة. دائما بإمكانكم متابعة المزيد من الأخبار على موقعنا الإلكتروني mediantv.com. إلى اللقاء. We'll be right back.